والمزيد حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف الأستاذة نوال الخاطر، الوكيل المساعد للتخطيط والمعلومات بوزارة التربية والتعليم. مساء الخير أستاذة. أكثر من 470 ألف مستخدم، كيف تم رصد هذا الرقم الكبير؟ وهل يشمل الطلبة أو حتى أولياء أمورهم أيضا؟ مساء النور لكم الجميع المشاهدين. طبعا مثل ما ذكرتي احنا عندنا 470 ألف مستخدم، هو عدد المستخدمين اللي تم حساب دخولهم مرة واحدة فقط طول مدة الشهر، هو فقط دخلوا مرة واحدة فقط. أما عدد المستخدمين الحقيقيين اللي هو عدد الزيارات، فهو تقريبا 5 ملايين و700 ألف مستخدم، أكثر من 5 ملايين و700 ألف زائر كان عندنا على البوابة التعليمية. ال 470 ألف مستخدم هم اللي نطلق عليهم اليونيك يوزرز، وطبعا هاي الرقم يشمل جميع المستخدمين سواء كانوا معلمين أو طلبة أو أولياء أمور. وإحنا يمكن من خلال هذا المنبر يعني نوجه ألف تحية لمعلميننا اللي شاركونا وكانوا طبعا هم الداعمين لهذه العملية، لأن كانوا يتابعون طلباتهم، هم من يقومون بعملية إنشاء المحتوى التعليمي الرقمي من دروس وأنشطة وتطبيقات وحلقات نقاشية مثل ما ذكرتها، وأكثر من 408,000 مادة تنوعت بين مختلف المحتوى. نعم. أيضا يمكن فرصة نحن نشكر حتى أولياء الأمور والطلبة، لأن هم من كانوا طبعا من خلال التعلم عن بعد الآن كان في حاجة كبيرة أن نحصل دعم ولي الأمر، فإنهم يدعمون أبنائهم ويشجعونهم أنهم يدخلون على البوابة التعليمية ويستفيدون من كل ما تم تقديمه. طبعا هاي شيء يشكرون عليه، خصوصا أنهم أكيد حريصين مثلنا تماما على مصلحة أبنائهم وحصولهم على الفرصة التعليمية. نعم أستاذة نوال، هناك أيضا تجربة الفصول الافتراضية عبر تطبيق تيمز والذي تكلل بنجاح كبير، ما نسبة مشاركة الطلبة في هذا التطبيق؟ طبعا يمكن يختلف تختلف البوابة التعليمية عن ما تم تنفيذه في تيمز، ان تيمز هو عبارة عن فصول افتراضية مركزية وفرت الوزارة لمرحلة الصف الثالث الاعدادي والمرحلة الثانوية. احنا والله الحمد يعني كان اقبال كبير جدا من طلبتنا، يعني سواء كانوا الطلبة اللي يحضرون الدروس لايف أو حتى اللي يشاركون معنا في الفصول نفسها من خلال الاستفسارات وإرسال الرسائل. نعم. تقريبا معظم الطلبة شاركوا من هذه المراحل الدراسية. يمكن الجميل في هالموضوع أن احنا يمكن في هالظرف الاستثنائي استفدنا من تجربتنا وشراكتنا مع شركة مايكروسوفت في هالفصول الافتراضية. طبعا يعني الطلبة كان عندهم حسابات، وجميع طلبتنا عندهم حسابات المايكروسوفت 365، وهو اللي أهلهم أنهم يستخدمون تطبيق التيم. نعم. وأيضا يستفيدون من كثير من التطبيقات الأخرى اللي وفرها المايكروسوفت 365، ومنها أنهم يكون عندهم يعني مكان يتخذين أنشطتهم وما يتم إنتاجه من مواد تعليمية أو إثراءات أو أنشطة يستخدمونها سواء كان بالوورد أو الباوربوينت أو أي تطبيق آخر، كلها متوفرة لهم مجانا وفرت وزارة التربية والتعليم منذ العام 2016. نعم الأستاذة نوال الخاطر، الوكيل المساعد للتخطيط والمعلومات بوزارة التربية والتعليم، شكرا جزيلا لك.